طبعا يعني مهرجان العالمين ما سابش حاجة السنة دي وعمل حساب كل حاجة. قبل ما نقول إيه الجديد خلينا نتكلم عن رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية الأستاذ أحمد بكري اللي عبر عن شعوره بالفخر بالتواجد في مدينة العالمين اللي أصبحت عامرة وواجهة سياحية لمصر، وأشار إلى أن إدارة المهرجان حرصت على الاهتمام بجميع فئات الشعب وأن مهرجان العالمين هيضم أكتر من نشاط زي الطاولة والضامنة والراكت تحت اسم بطولة دوري القهاوي. تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن دوري القهاوي مع الأستاذ أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية. يا مساء الفل عليك. مساء الفل، أهلا وسهلا بعيك وبجميع السادة المشاهدين. يعني فكرة حلوة جداً وحاجات كلنا بنعملها، يعني أنا بحب الطاولة جداً، مفيش حد في مصر يعني ما بيحبش الطاولة أو الدومنة أو يعني إيه دوري القهاوي وجات منين الفكرة دي؟ كلمنا أكتر عنها. دوري القهاوي الفكره دي جت ان احنا كاتحاد مصر للالعاب الترفيهيه احنا حابين ان احنا نتواجد في كل اماكن تجمعات الشعب المصري بالفئات المختلفه. طبعا عارفين ان الطاوله والضمنه دي العاب مرتبطه باماكن تجمعات الشباب وكل فئات الشعب المصري، فاحنا الفكره جت لنا ان احنا عملنا والاعمار السنيه المختلفه طبعا، فالفكره جت لنا ان احنا اول حاجه احنا عملنا حاجه اسمها شبكه اكمل عرب. دي بطوله كنا بننزل فيها في اماكن تجمعات كبيره للناس، عملنا بطولتين منها، كانت بطوله واحده في المهندسين والثانيه في حي الجماليه. البطوله دي كان حي الجماليه كان فيها حوالي 800 لعيب كانوا باعمار مختلفه، رجال سيدات متواجدين ذوي همم. دي كانت في الشارع. طبعا نجاح البطوله دي ساعدنا وكان طبعا بحدود 12 صبح ودعم كبير جدا منه وزاره الشباب والرياضه. ساعدنا ان احنا نعمل حاجه اسمها دوري القهاوي، احنا هننزل على القهاوي هنعمل من كل قهوه منتخب او فريق. الفريق ده هنختار منهم احسن العناصر هيبتدوا يشاركوا في بطوله مجمعه نهائيه، يعني مكان مقترح ليها المعز لله على اساس ان احنا برضه يبقى فيه الله ده انتوا هتجيبوا بقى لعيبه يعني بالظبط لعيبه وبالذات ان زي ما احنا عارفين الالعاب دي العاب شعبيه في مصر تمام وتعتبر اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. لا والجميل انه رجاله وستات بيلعبوا الطاوله والدومنه والحاجات دي يعني بالظبط، يعني دايما البطولات بيبقى مجمعه ما بين الرجاله والستات ذوي همم كله متواجد. انا شاطره جدا في الطاوله، انا هدخل معاكم البطوله. طب خلاص معانا بقى البطوله الجايه ان شاء الله باذن الله. احنا عاملينها ان شاء الله بطوله في العالمين اول يوم 7/8. دي البطوله دي هتكون احنا الاتحاد اصلا بيضم اكتر من لعبه غير الطاوله والدومنه، احنا عندنا الراكت عندنا الفوت بولي، عندنا حاجه اسمها الكورس بول، عندنا هيومن فوتبول. ان شاء الله احنا في العالمين طبعا الواحد سعيد وفخور طبعا بتواجد في العالمين. طبعا بكره 10 الصبح كان حريص ان احنا نتواجد في المهرجان، نعمل البطولات بتاعتنا الرسميه موجوده في المهرجان. احنا عاملين بطوله طاوله مؤهله لكاس عالم، طول الدومنه مؤهله لكاس عالم، الالعاب دي كلها ليها عالم وبيشارك فيها دول كتير. عاملين بطولة اختيار منتخب للكورس بول، عاملين بطولة لحاجة اسمها النخبة للروكيت بالذات ان انت عارفة ان في العاب دي كلها شاطئية كمان بتلعب منها شواطئ الفوت بولي. فان شاء الله احنا في مهرجان العالمين موجودين يوم 7/8 في بطولة كبيرة هتضم حوالي 800 لعيب من عناصر المنتخب، هيكون طاولة ودومنة فوت بولي راكت كورس بول. وطبعا شرفنا تكوني موجودة معانا. طبعا انا يعني احب جدا اكون موجوده لان انا اكيد هكسب، انا شاطره جدا في الطاوله. نشكرك يعني ونتمنى اكيد التوفيق لكل. انا عايزه اقول لك الفكره دي حلوه قوي قوي ولذيذه قوي، لانه في بعض الفئات كده من المجتمع يعني خلاص هم مش عايزين لا يلعبوا بقى فولي ولا اي حاجه، هم بيحبوا بيتمزجوا بقعده القهوه. فالفكره دي حلوه قوي ان حتى مهرجان العالمين فكر فيها، يعني زي ما بنقول انه ما سابش حاجه، يعني حتى لا. اللي قاعدين على القهوه وقاعدين كده بيفكروا هيعملوا ايه ليهم مكان في العالمين. العالمين طبعا مكان بيضم مقصد سياحي دلوقتي وفي من اكبر المقاصد في الشرق الاوسط ودوليا كمان. وطبعا منطقه اتحولت طبعا بفضل السيادة الرئيس
ليه منطقه سياحيه ما واحد ما كانش يقدر يمشي فيها طبعاً. بتضم كل فئات المجتمع، فكان الهدف ان انت تعمل لهم انشطه تضم كل فئات المجتمع، وبالذات الالعاب دي كلها زي ما احنا قلنا كل الفئات موجوده، العاب شعبيه فعلا ومصريه بالضبط. اصيله يعني ما فيش حد كده ما بيقعدش على كافيه او قهوه او يلعب الالعاب دي. الاستاذ احمد بكري يعني بنتمنى لكم كل التوفيق، رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. يعني احنا في الحقيقه زي ما قلنا المهرجان ما سابش حاجه ما فكرش فيها، لا كبيره ولا صغيره.